اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 4 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. توداي ان شاء الله هناخد ليسون 8 دي اللي بعنوان ابروكسيميتنج تو ذا نيرست يونت. الدرس بتاعنا النهارده يعتبر استكمالا لمجموعه دروس الابروكسيميشن اللي كانت كلها بتتكلم على اننا بنحدد البليس اللي هنعمل عند ابروكسيميشن ونعمل شرطه على يمينه، وبعد كده نشوف الديجيت اللي على يمين الشرطه هيزود الديجيت اللي على شمال الشرطه ولا لا. النهارده معانا بليس جديد هنعمل عنده ابروكسيميشن اللي هو اليونتس بليس. يلا مع بعضينا نبدا الدرس ونشوف هنعمل ازاي ابروكسيميشن للنيرست يونت. طالما قلنا نيرست يونت يبقى احنا نقصد الهول وانز اللي موجود في النمبر. فين اليونتس بليس؟ اهو اللي هو قاعد فيه التو. نيجي على يمينه نعمل شرطه. نلاحظ ايه بقى؟ نلاحظ ان البليس اللي قاعد فيه الفور ده اول بليس عندي في الفراكشن بارت اللي هو اسمه ايه؟ اسمه التنسز. يبقى انا لما باجي اعمل ابروكسيميشن للنيرست يونت بنعمل الشرطه بتاعتنا بعد الديسمال بوينت على طول، واشوف الفور بتاعتي هتزود التو ولا لا زي ما كنا بنعمل قبل كده. طبعا الفور مش هتزود التو، تفضل التو زي ما هي، والفراكشن بارت كله يبقى بايه؟ يبقى بزيرو. هنا بقى مش هنكتب الفراكشن بارت، يعني هنكتب 12 على طول. ليه؟ لان احنا بنقول عايزين نعمل ابروكسيميشن للنيرست يونت، مش عايز اشوف فراكشن خالص، تمام؟ ولو حطينا الديسمال بوينت و00 مفيش مشكله برضه. طب يلا هنا 125 and 67 thousands عايزين نعملها ابروكسيميشن للنيرست يونت، هنعمل ايه؟ ادي اليونت سيبليس اهو، نيجي على الرايت نعمل شرطه ونشوف الزيرو اللي قاعد في التنسز ده هيزود الفايف ولا لا؟ طبعا الزيرو مش هيزود الفايف. يبقى النمبر ده is approximated to 128.25. ماشي؟ يلا ناخد مجموعة examples كده. يقول لي approximate each of the following numbers to the nearest unit. ولو قال لي to the nearest whole number نفهم على طول ان هي nearest unit. يبقى دي أول حاجة ناخد بالنا منها. لو قال لي nearest unit أو nearest whole number هما الاتنين بنفس المعنى، إن أنا عايز أعمل approximation عند البليز ده. يلا ناخد الشرطة بتاعتنا، ال1 يزود ولا لا؟ لا ال1 مش هيزود ال8، تفضل ال8 زي ما هي وده كله يقلب زيرو. ونكتب الهول وانز بس. البليس اهو، ادي الشرط، ال5 هتزود ال2 1، تبقى ال2 كام؟ تبقى 3، يبقى ده ابروكسيميت ال2 53. هنا ادي الشرطة اهي، ادي البليس بتاعنا. ال6 هتزود ال2؟ اه هتزود ال2 1، تخليها 3، يبقى ده ابروكسيميت ال2 403. يلا هنا الزيرو مش هيزود ال7، يبقى ده ابروكسيميت ال2 257. طب وهنا ال0.7، ادي الهول وانز بليس او اليونتس بليس. ال7 هتزود ال0؟ اه تزود ال0، تخليها ايه؟ تخليها 1، يبقى ده ابروكسيميت ال2 1. هنا ادي اليونتس بليس، ال2 مش هتزود ال0، يبقى ده ابروكسيميت ال2 0. زي ما انتم شايفين مفيش جديد، بنروح نقف عند البليس ونحط الشرطة بتاعتنا ونمشي زي ما كنا ماشيين قبل كده. تعالوا مع بعضنا نشوف جزئية تانية من الليسون، بس قبل ما نشوف الجزئية دي لازم نراجع على مجموعة من الكونفرجنز ما بين اليونتس وبعضها. اليونتس دي كلها احنا خدناها قبل كده، في يونتس صغيرة بقيس بيها الحاجات الصغيرة، وفي يونتس بتبقى كبيرة بنقيس بيها الحاجات الكبيرة، وفي علاقة ما بين اليونت الكبيرة واليونت الصغيرة. يلا نراجع مع بعضنا العلاقات دي ونفتكر ازاي كنا بنحول ما بينهم. يعني مثلا اول حاجه عندي ال1 كيلومتر ده بنقيس بالديستانس. ال1 كيلومتر ده كان فيه كام متر؟ ال1 كيلومتر فيه 1000 متر، طبعا دي لازم تتحفظ. طيب علشان احول من اليونت الكبيره لليونت الصغيره بنعمل مالتيبليكيشن، يعني اعمل مالتيبليكيشن باي 1000. طيب لو عايز احول من اليونت الصغيره، لو جات لي حاجه بالمتر وعايز اخليها بالكيلومتر، نعمل ايه؟ نعمل divided thousand. يبقى دايما في كل اليونتس اليونت الكبيره لليونت الصغيره تروح بالمالتيبليكيشن، واليونت الصغيره عشان اوصلها لليونت الكبيره نعمل division. دي اول حاجه نفتكرها. طيب المتر كان فيه قد ايه من الديسيمتر؟ ال1 متر كان فيه 10 ديسيمترز، تمام؟ والديسيمتر كان فيه كام سنتيمتر؟ الديسيمتر الواحد منه كان فيه 10 سنتيمتر. طيب عشان نوصل من الكيلومتر للديسيمتر، ها الكيلومتر فيه كام ديسيمترز؟
نعد الزيروز، عندي 3 زيروز اهم بتوع المتر، وعندي زيرو كمان من المتر للديسيمتر، يبقى ال 1 كيلومتر في 10,000 ديسيمترز. طيب الكيلومتر الواحد فيه كام سنتيمترز؟ نعمل تايمز كام؟ نعد الزيروز اللي ما بينهم 1 2 3 4 اند 5. يعني ال 1 كيلومتر لو عايز احوله للسنتيمتر هنقول ان فيه 100,000 سنتيمترز. ولو عايزين نوصل من المتر للسنتيمتر، طبعا احنا حافظينها وعارفينها ان ال 1 متر ايكوال 100 سنتيمترز، طبعا دي مشهوره قوي. الاربع حاجات دول بنقيس بيهم اللينسز، يعني كل دي يونتس بنقيس بيها اللينس. عندي الصغير قوي اللي هو السنتيمتر، وعندي اقل منه اللي هو المليمتر، وعندي الاكبر منه شويه الديسيمتر، وبعد كده المتر، وبعد كده الكيلومتر. طيب بالنسبه للويت، الوزن بقى، كان عندي ايه اللي بقيس بيه الويت؟ الكيلوجرام. الكيلوجرام ده بقيس بيه الويتس الكبيره، الكيلوجرام بنقيس بيه الويتس اللي احنا بنقدر نشيلها كل يوم. طيب لو عايزين نشوف فيه كام جرام، الكيلوجرام في 1000 جرامز. الجرام بنقيس بيه الحاجات اللي وزنها صغير قوي، يعني مثلا زي الخاتم الصغير، زي اللعبة الصغيرة، الحاجات اللي وزنها صغير بنقيسها بالجرام. طيب الكيلوجرام في كام جرام؟ ال 1 كيلوجرام في 1000 جرام. يعني لو جت لي الحاجة بالكيلوجرام وعايز احولها للجرام نعمل تايمز 1000. طب من الصغير للكبير ديفايدد 1000. طيب الايجيبشن باوند في كام بيستر؟ في 100 بيسترز. يعني لو جت لي حاجة بالبيسترز اعمل لها ديفايدد 100 تديني ايجيبشن باوند. الحاجات دي بقى سهلة. الير والمانسز، ال 1 يير فيها 12 مانسز. يبقى لو جالي مجموعة كبيرة من الشهور وعايز احولها للير اعمل ايه؟ نعمل ديفايدد 12. المانس والدايز، المانس في عندي 30 دايز، وال 1 داي في 24 اورز. كل الحاجات دي بتقيس بيها الايه؟ بتقيس بيها التايم. وال 1 اور فيها 60 مينتس، اوكي؟ وال 1 ويك في 7 دايز. لازم مجموعة اليونتس دي تتحفظ صم علشان هنستعملها كتير في الدرس ده. طيب يلا نشوف اكزامبل 2. بيقول لي approximate each of the following. 3.82 ده بالمتر، عايز يعمل لها approximation to the nearest meter. طب هو فين المتر هنا؟ فين الهول وانز؟ الهول وانز او اللي يعبر عن الميترز الجزء اللي هو الايه؟ الجزء اللي على شمال الديسمال بوينت، اللي هو الهول وانز بارت. اوكي، يبقى لما يقول لي دايما اعمل ابروكسيميشن للنيرست متر او النيرست كيلوجرام او النيرست داي، على طول اكنه بيقول لي اعمل ابروكسيميشن تو النيرست ايه يونت. لازم نتاكد ان النمبر اللي هو مدهوني بالفعل برضو بالمتر. اه فعلا بالمتر، يبقى ممكن نشتغل على طول. حط الشرطه بتاعتنا، الاي تدي لل 3 1 تبقى 4، يبقى ده ابروكسيميتد تو 4 متر. يلا هنا 4924 سنتيمترز، ناخد بالنا بيقول سنتيمترز، عايز يعمل لها ابروكسيميشن تو نيرست متر. يبقى انا لازم الاول اكونفيرت السنتيمتر تو متر، نحول من السنتيمتر للمتر. ازاي؟ بعمل ديفايدد 100. يبقى انا عندي هيبقى 4924 ديفايدد ايه؟ ديفايدد ال 100. يديني كام؟ احنا اتعلمنا ديفايدد 100 ادي الديسمال بوينت اهي، هتمشي بليس انذر بليس تبقى هنا. يبقى انا عندي 49.24 meters. ده بقى اللي نشتغل عليه بالابروكسيميشن. حط الشرطه بتاعتنا، ال 2 تدي لل 9، لا مش هتديها، يبقى ده ابروكسيميتد تو 49. يلا اللي بعد كده، مديني حاجه بالجرام وعايز يعمل لها ابروكسيميشن للنيرست كيلوجرام، لا يبقى لازم الاول احولها بالكيلوجرام. طيب احول ازاي من الجرام للكيلوجرام؟ من الصغير للكبير بنعمل ديفايد. العلاقه بينهم كام؟ 1000. يبقى ده نعمل له ديفايدد 1000 تديني القيمه بالكيلوجرام، يبقى 9746 ديفايدد 1000 ايكوالز كام؟ البوينت في الاصل موجوده هنا على الرايت، على الموست رايت، ادي 1 2 3 تيجي لي هنا، تبقى 9.746 كيلوجرام. عايزين نعمل ابروكسيميشن للنيرست كيلوجرام. مين هو النيرست كيلوجرام؟ اكني بقول لكم بالظبط للنيرست يونت، لان اليونتس دي اللي موجوده فيها كيلوجرامز، ده الفراكشن بارت موجود فيه جرامز. اوكي نعمل كده، ال 7 تدي لل 9 1 تبقى 10، يبقى ده ابروكسيميتد تو 10 كيلوجرام.
يلا اللي بعديها، مديني الكوانتيتي دي بالبيستر وعايزين نحولها للنيرست ايجيبشن باوند. يبقى نعمل ديفايدد كام؟ الجنيه في كام بيستر؟ في 100. يبقى اعمل الاول الكوانتيتي ديفايدد 100، يبقى 3645 ديفايدد 100 في الاول. البوينت موجوده هنا تبقى هنا، يبقى 36.45 ايجيبشن باوند. طيب نعمل ابروكسيميشن يلا للنيرست ايجيبشن باوند، يعني اكني بقول النيرست يونت. الفور مش هتدي لي 6 حاجه، يبقى ده هيديني 36 ايجيبشن باوند. تعالوا مع بعضينا نشوف جزئيه ثانيه مهمه جدا في الليسون ده. دي تعتبر جزئيه جديده شويه. عشان نعمل ابروكسيميشن للنيرست يونت احنا قلنا ان احنا بنبص على الفراكشن بارت. طيب نفرض كده ان الفراكشن بارت جالي بالصوره دي، يعني جالي ميكسد نمبر والفراكشن بارت جالي بروبر فراكشن، هنتصرف ازاي؟ الطبيعي ان احنا نحول الميكسد نمبر لديسمال ايه؟ لديسمال نمبر. ال1 اوفر 4 علشان نحولها لديسمال كنا بنشوف ال4 نعمل لها تايمز كام تديني حاجه فيها زيروز، يا اما 10 يا اما 100 يا اما 1000، وكنا حافظين ان ال4 بتوصل لل100 عن طريق ان انا اعمل لها تايمز كام 25. يبقى انا ال1 هعمل له تايمز 25 يديني كام 25 اوفر ال100 اللي هي بتيكوال كام؟ عارفين احنا على طول 0.25. يبقى الميكسد نمبر ده عباره عن 10. كام 25. يبقى انا دلوقتي اعرف اعمل ابروكسيميشن تو ذا نيرست يونت. ازاي؟ نحط الشرطه نشوف التو تدي ولا ما تديش. مش هتدي، يبقى يديني 10. يبقى انا الطريقه بتاعتي لو جالي فراكشن هنعمل كده. طب هل في طريقه اسرع او طريقه ثانيه تخليني ما اعملش كل الكلام ده؟ في عندنا طريقه تخلينا ما نعملش كل الكلام ده خالص، هنعملها بعينينا. ازاي بعينينا؟ ادي الفراكشن اهو. طب هنا عندي 1 هنا عندي 4، نعمل ايه؟ ناخد ال1 ده نعمل له تايمز 2. ال1 تايمز 2 هيديني ايه؟ هيديني 2. يبقى انا اول حاجه بنعملها بناخد النيوميريتور نعمل له تايمز 2. طب وبعدين؟ لازم النمبر ده يكون جريتر ذان الدينومينيتور. هل ال2 جريتر ذان ال4؟ لا، ال2 مش جريتر ذان ال4، يبقى خلاص، يبقى الفراكشن ده كله مش هينفع يزود 1. يبقى لازم بعد ما اعمل له تايمز 2 يكون النمبر جريتر ذان اور ايكوال. يعني لو كان ايكوال، يعني مثلا ده لو طلع 4 ودي 4 ينفع ماشي يديني. المهم ما ينفعش يكون اقل منه خالص. يبقى انا بعيني على طول لما يجي لي الميكسد نمبر ويقول لي اعمل له ابروكسيميشن هنقول على طول كده 1 تايمز 2 يديني 2، ال 2 less than ال 4. خلاص يبقى ده ما ينفعش يديني خالص، يبقى هتديني ايه؟ هتديني 10. طيب تعالوا نشوف مع بعضينا واحده كمان. انا جالي ميكسد نمبر اهو وبيقول لي اعمل لي ابروكسيميشن تو ذا نيرست يونت اللي هو اليونت سبليس اهو. نيجي نبص على الفراكشن بارت نلاقيه بروبر فراكشن، على طول اقوم عامل كده 4 تايمز ال 2 تديني 8، وطالما ال 8 جريتر ذان ال 5 يبقى على طول الفراكشن ده هيزود لي ايه؟ هيزود لي 1، وتبقى الانسر بتاعتي از 25. اوكي؟ طيب يلا بقى نعمل اكزامبل 3 ونحل بعينينا. ابروكسيميت ايتش اوف ذا فولوينج تو ذا نيرست يونت. قال لي نيرست ايه؟ يونت. يلا 6 اند 1 اوفر 2 ده الفراكشن بارت وده اليونتس. يلا نبص على 1 اوفر 2. ال1 نيجي ناخد النيومريتور نعمل ال1 تايمز 2 يديني كام؟ يديني 2. ال2 قد ال2 تمام، المهم ما يكونش اصغر منه، يبقى يديني 1. يبقى ده ابروكسيميت ال27. يلا هنا ال1 اوفر 4 ناخد ال1 نعمل له تايمز 2 يديني 2. ال2 less than ال4 يبقى ما ينفعش يديني، تفضل ال3 زي ما هي. يلا ال1 اوفر 8 ناخد ال1 نعمل له تايمز 2 يديني 2. ال2 less than ال8 يبقى ما ينفعش يديني. الله، طب هو ما ينفعش يديني الايه؟ ده هو المفروض ده اصلا فراكشن، والمفروض الميكسد نمبر جنبيه هنا الايه؟ جنبيه هنا الهول وانز. الهول وانز هنا ايه؟ هنا زيرو، مفيش عندي هول وانز خالص.
يبقى ده مش هيدي ده حاجه ويتحول لزيرو، يبقى ده ابروكسيميتد تو ايه؟ تو زيرو. ناخد بالنا من دي يا اولاد، دي مهمه قوي. يلا 19 اند 3 اوفر 4، ناخد ال 3 نعمل لها تايمز 2 تديني 6. ال 6 جريتر ذان ال 4 يبقى الفراكشن ده يزود 1 تبقى 19 20. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحة موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. تعالوا مع بعضنا نشوف اكسرسايز 11. بيقول لي notice the position of each of the following numbers on the number line then complete. يعني بيقول لي خد بالك كده من النمبر ده وشوف لما اجي اعمل له ابروكسيميشن هيقرب من ده ولا هيقرب من ده. احنا قلنا ان الفيصل عندي في الميدل، لو اقل من الميدل هيوصل للنمبر ده، لو جريتر ذان الميدل هيوصل للنمبر ده. واضح طبعا بعينينا ان 28.3 قريبه من 28، يبقى ده ابروكسيميتد تو 28. طب لو عايزين نعملها هنحط الشرطه بتاعتنا كده ونشوف التنسز بليس اللي موجود فيه يديني 1 ولا لا. ال 3 طبعا مش هتدي لل 1، تتحول ل 0 وتفضل ال 8 زي ما هي. طيب 16.7 هتروح لل 17. 57 بوينت كوارتر، ده طبعا الكوارتر وده الميدل، وهنا 3 اوفر فورسز من ال 1 ايه من ال 1 ده، يبقى الديسمال نمبر ده هيقرب من ال 57. اللي بعديها 140 and 5، يعني جايه في الميدل بالظبط، طالما في الميدل بالظبط تروح للايه؟ للكبير. يبقى هنا 141 لما نيجي نعملها اهو ال 5 هتدي لل 0 1 تحوله ل 1 وهي تقلب 0 يبقى 141. اللي بعديها واضح طبعا ان دي قريبه خالص من ال 52 وده النمبر ده قريب من ال 1. اكسرسايز 2 بيقول لي ابروكسيميت ايتش اوف ذا فولوينج نمبرز تو ذا نيرست يونت. ناخد بالنا من بعد كلمه ذا نيرست، ده المطلوب. يلا اليونتس نروح على اليونتس بليس اهو، ادي اللي على الرايت منه. ال 7 تزود ولا ما تزودش؟ تزود، تبقى 2 عباره عن 3 وال 7 طبعا نشيلها. يلا هنا ال1 ما يديش ال3 حاجه، تفضل ال3 زي ما هي وال1 يتشال. هنا ادي اليونتس بليس، ال5 هتزود ال3 تخليها ايه؟ تخليها 4، يبقى انا عندي 54 وده يتقلب 0، يفضل ما نكتبوش. ادي اليونتس بليس، ها ال0 مش هيزود ال5 يبقى التراكشن كله مش معايا، ويبقى عندي 7100 and 5. ادي اليونتس بليس، ال 8 تزود ال 7 1 تبقى 8 والفراكشن بارت يتحول ل 0 يبقى 28148. هنا ادي اليونتس بليس، ادي الشرطه بتاعتنا، ال 2 مش هتدي لل 0 حاجه، يفضل ال 0 زي ما هو والفراكشن بارت يقلب 0 يبقى الانسر بتاعتي ايه؟ 0. يلا اللي بعد كده ادي اليونتس بليس، ال 5 تزود ال 0 1 تدي له 1 يبقى 1 والفراكشن بارت يتحول ل 0 يبقى الانسر عندي از 1. ادي اليونتس بليس، ال 9 تزود لي 1، ال 1 احطه على 9 تبقى ايه؟ تبقى 10 وده يبقى 0 يبقى الانسر عندي ايه؟ 10. يلا هنا ادي اليونتس بليس، ال 1 مش هتزود لي 1، تفضل ال 10 زي ما هي. هنا ادي اليونتس بليس، ال 0 مش هيديني حاجه يبقى 624. ادي اليونتس بليس، ال 6 هتديني 1، ال 0 يبقى 1 يبقى 601. يلا نيجي بقى للبروبر فراكشن. طالما الدينومينيتور ب 10، طب ما دي سهله، ما انا عارف ان هي كانت 0.7 وطبعا ال 7 هتديني 1 تتحول لايه؟ تتحول ل 1. او ممكن نعملها بطريقه ثانيه، ال 7 تايمز 2 يديني كام؟ يديني 14 وال 14 اكبر من ال 10 يبقى الفراكشن ده يديني 1. طب هيدي 1 لمين؟ هيدي 1 للهول 1 اللي جنبه. المفروض ان ده لو ميكسد الهول 1 هنا في 0، فال1 يزود ال0 1 تبقى ايه؟ تبقى 1. يبقى طالما الدينومينيتور ب 10 انا ممكن احولها ديسمال على طول واشتغل عليها. يلا نشوف اللي بعديها 3 اوفر 5، الهول 1 عندي بكام؟ موجوده هنا كده، فيها ايه؟ فيها 0، 0 هول 1 اند فراكشن بارت. نعمل ايه في 3 اوفر 5؟ ناخد ال3 نعمل لها تايمز 2 تديني 6، ال6 جريتر ذان ال5 يبقى ده هيزود ال0 ايه؟ 1 يبقى عندي 1 على طول. يلا هنا
ادي اليونتس بليس، طبعا الزيرو مش هيديني حاجه تبقى زيرو. يلا ادي الهول وانز وادي الفراكشن بارت، الفراكشن ده يزود ولا ما يزودش؟ 3 تايمز 2 يديني 6 جريتر ذان 4، يبقى هيزود لي اليونتس بليس على طول، تبقى 968. هنا ادي اليونتس بليس، ال 9 هتديني 1 يبقى 0 يبقى 1 وده يقلب ايه؟ زيروز. يلا ال 2 تايمز 2 تديني 4، ال 4 less than ال 9 يبقى ما يدينيش حاجه خالص، تفضل ال 5 بس هو يبقى 0. ال 3 and the 5 over 8، ال 5 نعمل لها تايمز 2 تديني كام؟ تديني 10. ال 10 greater than ال 8 يبقى الفراكشن ده كله هيزود 1 ويتحول ل 0. ال 3 لما ازودها 1 تبقى 4. يلا اللي بعد كده 7 and 1/3، ال 1/3 هيزود ولا لا؟ ال 1 نعمل له تايمز 2 يديني 2، ممكن نعملها بعينينا. 2 less than 3 يبقى الفراكشن كله مش هيديني حاجه ويتحول ل 0، تفضل ال 7 زي ما هي. يلا 37 over 100، هل نعمل ده تايمز 2 ولا الافضل اقول على طول ان هي ده كله عباره عن كده 2.73؟ لا الافضل اخليها كده على طول ان هي جاهزه عندي ان هي تتحول لديسمال. يلا ال7 يزود ولا ما يزودش؟ تزود، تبقى ال2 كام؟ 3، وكل ده يبقى زيروز. 7 over 9، ال7 تايمز 2 14، 14 جريتر ذان ال9، يبقى الفراكشن ده هيزود لي 1. طب هنا في كام؟ هنا في 0، يبقى ال0 ده يبقى 1 والفراكشن طبعا ما يتكتبش. نيجي نشوف اكسرسايز 3، بيقول لي تشوز ذا كوركت انسر. طبعا في المسائل اللي تشوز يفضل ان احنا نحل ونختار بعد كده الاجابه بتاعتنا. عايزين نعمل ابروكسيميشن للنمبر ده تو ذا نيرست يونت، ادي اليونتس بليس، نعمل الشرطه ال6 هتزود 1 يبقى ال4 تبقى 5، يبقى الانسر عندي از 15. يلا هنا بقى ناخد بالنا بقى، هنا جايب لي النيرست 10، لازم نقرا كويس ال10 اللي هو فين، اللي هو التنس بليس ده اليونتس ده التنس اهو، يبقى الشرطه تبقى هنا كده، ال8 تزود يبقى ال5 تبقى 6 وكل ده يقلب زيروز، يبقى 160. هنا للنيرست يونت ادي اليونتس بليس، ادي الشرطه ال4 مش هتزود، تفضل ال25 زي ما هي. هنا للنيرست يونت ادي اليونتس بليس، ال9 هتزود يبقى ال0 يبقى 1 والفراكشن بارت ما بنكتبوش. للنيرست يونت برضو ادي اليونتس بليس، ال9 تزود تبقى ال9 دي 10، حط 0 وانكاري اب 1، 1 و9 10، حط 0 وانكاري اب 1، 1 و9 يديني 10، يبقى 1000. اللي بعد كده النمبر 254 is the approximation of A to the nearest unit، يعني مين في دول هيوصلني ل 254؟ نبتدي نشتغل على دول. لو اعتبرنا ان هو ده ال 6 هتزود ال 4 تبقى 5، يبقى مش هينفع ناخد ده. طب ناخد هنا كده ال 1 مش هتزود ال 3 هيبقى 253، ما ينفعش يبقى ده، يبقى ده ما ينفعش. نيجي هنا ال 9 هتدي 1 لل 3 تبقى 4، يبقى ده لو اتعمل له ابروكسيميشن فعلا هيوصلني لده، يبقى الانسر عندي از ده، يبقى 253.9. يلا هنا ناخد بالنا بقى يا اولاد، الفراكشن ده امبروبر فراكشن، ما ينفعش نطبق القاعده بتاعتنا على الامبروبر، لازم الاول احوله لميكسد. كنا بنحوله لميكسد ازاي؟ نشوف 20 ديفايدد 3 تديني كام؟ مين اقرب حاجه لل 20 في تيبل 3؟ ال 18 بتيجي منين؟ 3 تايمز ال 6، يبقى نحط هنا ال 6. طب انا لما اوصل لل 18 فاضل لي قد ايه واوصل لل 20؟ يتبقى 2، يبقى 2 ديفايدد 3. نعمل بقى ابروكسيميشن للميكسد ده. يلا الفراكشن 2 تايمز 2 يديني 4، ال 4 اكبر من ال 3 يبقى الفراكشن ده هيزود ال 6 1 وهو يبقى 0، يبقى الانسر عندي 7. يلا اللي بعد كده 152 to the nearest 1000 وده to the nearest unit، عايزين نشوف less than ولا greater than ولا equal. طيب ده to the nearest 1000، فين ال 1000 بليس؟ اهو نفتحه نحط في 0، ال 6 تديني 1؟ تديني 1، يبقى ال 0 يتحول ل 1 ودول يقلبوا زيروز، يبقى ده عباره عن 1000. طب هنا للنيرست يونت ادي اليونت سبليس، ال8 تزود تبقى ال9 10، 0 انكاري اب 1، 1 و8 9 وال9 تنزل،
يبقى هنا عندي 1000 هنا عندي 990 يبقى نختار ايه؟ يبقى ده greater than. يلا هنا عايزين نقرب ده للنيرست ميتر. احنا قلنا للنيرست ميتر اكنها بالظبط للنيرست يونتس طالما جايبها لي هي بالمتر، يبقى انا هشتغل على يونتس بليس على طول. ال7 هتزود 1 تبقى 78 تبقى 98. يلا اللي بعد كده ده عايزين نعمل له ابروكسيميشن للنيرست ميتر، نتاكد هل هو بالمتر؟ لا ده بالسنتيمتر. يبقى في الاول نعمل ديفايدد 100 عشان نحوله للمتر. يبقى 3187 ديفايدد 100 يديني كام؟ البوينت هنا اتحرك 2 بليسز تبقى 31.87 ده بقى بالمتر، يبقى نشتغل عليه للنيرست يونتس. ال 8 هتزود 1 يبقى ال 31 تبقى 32، يبقى الانسر عندي ال 32. اللي بعديها 39 days عايزين نعملها approximation للnearest weeks. ناخد بالنا بقى، الاول لازم احول ال 39 days للweeks. طب عشان احول من اليونت الصغيرة للكبيرة بنعمل divide، يبقى انا هعمل 39 divided 7. يلا نحول ال improperly mixed، اقرب حاجة في table 7 لل 39. 7 times كام؟ تمام 7 times 5 توصلني لكام؟ توصلني ل 35. يبقى لي كام عشان اوصل لل 39؟ نكونت على ايدينا 36 37 38 39، يبقى لي 4. 4 ديفايدد كام؟ 4 ديفايدد 7. يبقى انا كده عرفت ان ال 39 دايز فيهم 5 ويكس كاملين وعندي فراكشن من الويك. عايزين نعرف الفراكشن ده بتاع الويك هيزود لي الويكس 1 ولا مش هيزودها 1؟ يلا نختبر البروبر فراكشن ده. 4 تايمز 2 تديني 8 وال 8 جريتر ذان 7 يبقى الفراكشن ده هيزود، يبقى ده هيبقى ابروكسيميتد ل 6 ويكس. ال 140 مينتس ابروكسيميتد قد ايه من الاورز؟ لا لازم احول الاول. العلاقه ما بين المينتس والاور 60. طب من الصغير للكبير بنعمل ديفيجن، يبقى هنقول 140 ديفايدد الايه؟ ال 60. نعمل ديفيجن ازاي؟ هنا في 0 وهنا في 0 يروحوا مع بعض، اكني عملت ديفايد 10 وديفايد 10 تبقى 14 ديفايدد ال 6. يلا الامبروبر ده نحوله ميكسد، 14 ديفايدد 6 يديني كام؟ اقرب حاجه في تيبل 6 لل 14 اللي هي 12 بتيجي منين؟ من 2 تايمز ال 6، يبقى نحط هنا 2. طيب 2 تايمز ال 6 توصلني لكام؟ توصلني ل 12. يبقى كام من ال 12 عشان اوصل لل 14؟ يبقى 2 ديفايدد الايه؟ ال 6. يبقى انا عندي 2 اورز وفراكشن، هل الفراكشن ده بقى هيزود الاورز ولا لا؟ يلا نختبر الفراكشن. نعمل لل 2 تايمز 2 تديني 4 وال 4 ليس ذان ال 6، وطالما ال 4 ليس ذان ال 6 يبقى مش هتزود، يبقى ال 2 هتفضل 2 اورز. يلا بعد كده ال 90 اورز ابروكسيميتد لكام دايز؟ لا في الاول لازم نحول الاورز للدايز. نعملها ازاي؟ نعمل كده 90 ديفايدد 24. ليه 24؟ علشان الداي في 24 اورز. طب نعمل دي ازاي؟ دي لونج ديفيجن بقى، لونج ديفيجن كيدز. نعمل 90 وهنا 24، ويلا هنا نعمل تيبل 24. 1 تايمز 24 تديني 24، 2 تايمز 24، 2 تايمز 4 تديني 8، و2 تايمز 2 تديني 4. 3 تايمز 24، 3 تايمز 4 12، 2 هنكاري اب 1، 3 تايمز 2 تديني 6 و 1 تديني 7. يلا 4 تايمز 24، 4 تايمز 4 16، 6 و هنكاري اب 1، 4 تايمز 2 8 و 1 9. ال 90 موجوده فين؟ موجوده هنا كده. يبقى هنحط هنا 3 ونحط هنا 72. نعمل ماينس، الزيرو نستلف 1 من ال 9 تبقى 8 والزيرو 10. 10 ماينس 2 تديني 8 و 8 ماينس 7 يديني 1. يبقى انا كده خلصت خلاص، يعني دي اكنها بالظبط فيها 3 هول 1 والريميندر بتاعي اهو اللي هو ال 18 اوفر ال 24. تمام؟ يلا ال 18 تايمز 2
هتديني 36 وال 36 جريتر ذان ال 24 يبقى على طول الفراكشن ده هيزود ال 31 وهو يتحول ل 0 يعني ده هيبقى ابروكسيتد ل 4 دايز هنا 4 دايز. يلا نيجي هنا عايزين نحول البيستر لايجيبشن باوند يبقى نعمل ديفايدد كام؟ ديفايدد 100 يبقى الاول ده احوله للايجيبشن باوند ازاي؟ هيبقى 7085 ديفايدد الايه؟ ديفايدد ال 100 البوينت هنا تبقى هنا يبقى ده عباره عن 70 ايجيبشن باوند اند 8500 هندردز. يلا طالما حولتها للايجيبشن باوند اقدر اشتغل للنيرست يونتس على طول. ال 8 هتزود 1 يبقى ال 0 يتحول ل 1 تبقى 71. اللي بعديها 39 مانثز فيهم كام ييرز؟ اه لازم نحول. الير فيها كام مانثز؟ الير فيها 12 وانا هحول من الصغير للكبير يبقى هعمل ديفايد يبقى هنعمل 39 ديفايد 12. يلا الشاطرين في تيبل 12 وانا عارف ان كلكم شاطرين 12 تايمز كام تقربني من ال 39؟ تمام 12 تايمز 3 بتديني 36 دي اقرب حاجه يبقى يدينا 3 ويبقى كام بقى بعد ما وصلنا لل 36 عشان نوصل لل 39؟ يبقى 3 37 38 39 نحط ال 3 فوق ديفايدد 12 يبقى ال 39 مانثز فيهم 3 ييرز اند ا فراكشن. طب احنا عايزين نعرف بقى الفراكشن بتاع الير ده هيزودها لي 1 ولا لا؟ يعني الفراكشن ده جريتر زان الهاف ولا لا؟ يعني الفراكشن ده اكبر من النص ولا لا؟ نيجي لل 3 نعمل لها تايمز 2 تديني 6 وال 6 اللي زان ال 12 يبقى الفراكشن ده مش هيقدر يزود ال 3 1 تبقى ال 3 ييرز يفضلوا زي ما هم 3 ييرز. يبقى الانسر عندي از 3. يلا اللي بعد كده if the distance between two cities is 4800 متر this approximately equals كام كيلومتر؟ لازم الاول نحول المتر للكيلومتر يبقى 4800 divided 1000 يدينا كام؟ البوينت تتحرك من هنا تيجي هنا تبقى 4.8 كيلومتر. الكيلومتر لما اجي اقرب له اكني بالظبط بقرب للنيرست يونتس لان هي دي اليونتس اللي بقيس بيها ده الهول وانز ده الهول كيلومتر. هنا نعمل كده ال 8 هتزود ال 4 1 تبقى ابروكسيميتلي 5 يبقى هنا 5 كيلومتر. يلا اللي بعد كده find the result of each of the following operation then approximate the result to the nearest whole number. whole number يعني يونتس ما ننساش الحكايه دي. يلا نعمل بلس في عندي بالانس هنا 1 ديجيت وهنا 1 ديجيت 7 بلس ال 4 11 1 ونكاري اب 1 1 بلس 3 is 4 4 بلس 2 يديني 6 ونحط الديسمال بوينت. يلا نعمل ابروكسيميشن ال 1 مش هيزود ال 6 تفضل ال 6 زي ما هي. يلا نعمل سبتراكشن 2 ماينس 3 ما ينفعش نبور 1 من ال 5 تبقى 4 و 2 تبقى 12 12 ماينس 3 يديني 9 نحط الديسمال بوينت 4 ماينس 6 ما ينفعش نبور 1 من ال 2 تبقى 1 وال 4 تبقى 14 14 ماينس ال 6 تديني 8. يلا نعمل ابروكسيميشن ال 9 هتزود 1 ال 8 تبقى 9. يلا هنا في عندي بالانسنج الديجيتس هنا قد هنا يبقى نشتغل على طول 4 ماينس 6 ما ينفعش ناخد من ال 2 1 تبقى 1 وال 4 تبقى 14. 14 ماينس ال 6 تديني 8. 1 ماينس 7 ما ينفعش نبور 1 من ال 8 تبقى 7 وال 1 11. 11 ماينس 7 تديني 4 حط الديسمال بوينت 7 ماينس 2 تديني 5 5 ماينس 6 ما ينفعش نبور 1 من ال 1 ده يبقى 0 وال 5 تبقى 15 15 ماينس 6 is 9. يلا نعمل ابروكسيميشن للنيرست يونتس ال 4 مش هتزود تفضل عندي ال 95 زي ما هي. يلا هنا ما عنديش بالانسنج يبقى نحط هنا 0 ونحط الديسمال ايه؟ الديسمال بليس او الديسمال بليس عشان يبقى زي ده 0 بلس 3 تديني 3 5 بلس 4 تديني 9 7 بلس 6 تديني 30. يلا نعمل ابروكسيميشن
ال3 مش هتزود، تفضل معايا 139. هنا نزود هنا 0 عشان يحصل بالانسنج، 0 و1 يديني 1، 4 و0 يديني 4، 6 و6 12، 2 ونكاري اب 1، 1 بلس 3 يديني 4، 4 و8 12، حط الديسمال بوينت، حط ال 2 ونكاري اب 1، 1 و5 is 6، هنا مفيش حاجة تنزل ال 6 زي ما هي. ادي اليونتس بليس، يلا ال 2 مش هتدي 1، تفضل ال 62 زي ما هي. يلا اللي بعديها نعمل بالانس ونحط هنا 0. 0 ماينس 8 ما ينفعش، هناخد من ال 9 1 تبقى 8 وال 0 تبقى 10. 10 ماينس ال 8 تديني 2. 8 ماينس ال 5 تديني 3. حط ديسمال بوينت. 4 ماينس 3 تديني 1. 0 ماينس 2 ما ينفعش، ناخد ال 1 ده يديني 0 وهنا يبقى 10. 10 ماينس 2 تديني 8. يلا نعمل ابروكسيميشن للنيرست يونت، ال 3 مش هتديني 1، يفضل ال 1 زي ما هو، يبقى ده 81. ها ده ديفايدد 100، دي سهله قوي، هنحط الديسمال بوينت افتر 2 بليسز، يبقى 3.45. وطبعا ال 4 مش هتديني 1، تفضل ال 3 زي ما هي. يلا ديفايدد 1000، سهله جدا، البوينت اتحرك 3 بليسز توردس ليفت، تبقى 9.681. ها ادي اليونتس بليس، ال 6 هتديني 1، تبقى 9 10. نيجي يلا هنا الاول نعمل سبتراكشن، احنا عارفين ان 3 اوفر 4 وقلناها كتير وقلت لكم تحفظوها، عباره عن 0.75، تمام؟ يبقى ده هنقول عليه ايه 3.5، ونحط 0 عشان نعمل بالانس مع ده، ماينس ال1 يتكتب زي ما هو، وال3 اوفر 4 نحولها ل 0.75. يلا نعمل سبتراكشن، 0 ماينس 5 ما ينفعش، ناخد من ال 5 1 تبقى 4 وال 0 تبقى 10. 10 ماينس 5 يديني 5. 4 ماينس 7 ما ينفعش، ناخد من ال 3 1 تبقى 2 وال 4 14. 14 ماينس 7 تديني 7. حط الديسمال بوينت، 2 ماينس 1 يديني ايه؟ يديني 1. يلا نعمل ابروكسيميشن، ال 7 هتزود ال 1 يبقى 2. يلا هنا ده ديفايدد ده بلس ده ديفايدد ده. الاول نعمل دول، ده نحرك البوينت من هنا لهنا تبقى 52.42، الكلام ده بلس، نحرك البوينت من هنا لهنا ناخد بالنا هنا 1000، يبقى انا عندي هنا 3.426. في بالانس لا نزود 0 هنا، 0 بلس 6 يديني 6، 2 بلس 2 يديني 4، 4 بلس 4 يديني 8. حط اسم البوينت، 2 بلس 3 5 وننزل ال 5. يلا نعمل ابروكسيميشن، ادي اليونتس بليس، ال 8 طبعا هتزود، ال 5 تبقى 6 يبقى 56. اكسرسايز 5 بيقول لي ابروكسيميت تو ذا نيرست كيلومتر، طالما جايبها لي على طول بالكيلومتر اقدر اشتغل على طول. ادي اليونتس بليس، ال 4 عندي مش هتدي لل 2 حاجه، تتحول لزيروز ويفضل النمبر ده زي ما هو، يبقى 532. يلا هنا هو مدهني بالميتر وعايز يعمل ابروكسيميشن للكيلومتر، يبقى لازم الاول الميتر احوله لكيلومتر، ازاي؟ بنديفايد 1000. الديسمال بوينت موجوده فين؟ موجوده هنا، تتحرك 3 بليسز توردس ليفت تيجي هنا، يبقى ده هيديني 63.622. ادي اليونتس بليس، ال 6 عندي هتزود 1 يعني ال 3 تبقى 4، يبقى هنا 64. يلا اللي بعد كده، من الدي سي متر للكيلومتر، احنا قلنا ان الكيلومتر جواه 10000 دي سي متر اللي هو ال 1 كيلومتر، يبقى هنديفايد اوفر كام؟ 10000. يبقى نحول يلا الدي سي متر لكيلومتر، 764,815 divided 10,000. يبقى نحرك الديسمال بوينت من هنا لحد عند الفور، ما بين الفور والسيكس، يبقى هت equals معانا 276.4815. ده ايه بقى ده؟ ده كيلومتر. اوكي؟ يلا نعمل ابروكسيميشن، الفور مش هتزود السيكس، يبقى هتديني 278.76. يلا اللي بعديها،
الكيلومتر والسنتيمتر، ال 1 كيلومتر موجود فيه 100,000 سنتيمتر، يبقى لازم اعمل ده الاول ديفايدد 100,000 عشان نحوله لكيلومتر. 9,745,312 ديفايدد ايه 100,000. ديسمال بوينت هنا تروح ما بين ال 4 وال 7 اللي هو هيديني 97.45312. يلا ادي اليونتس بليس. ال 4 طبعا مش هتزود ال 7 حاجه، تفضل 97. يلا اللي بعد كده، متر لكيلومتر، نحول المتر لكيلومتر نديفايد اوفر كام؟ 1000. الديسمال بوينت تبقى هنا، ها ال 4 مش هتدي ال 3 حاجه، تفضل 73. هنا الديسيمتر للكيلومتر بنحط الديسمال بوينت افتر 4 ديجيتس، ان انا هعمل ديفايد اوفر 10,000، يبقى الديسمال بوينت اتحرك منها تبقى فين؟ تبقى هنا بين ال 1 وال 8. ها ال 8 هتزود ال 1 يبقى هيديني 452. يلا اللي بعد كده، ابروكسيميت تو ذا نيرست ايجيبشن باوند. هنا ايجيبشن باوند عايزين نعمل لها ابروكسيميشن تو نيرست ايجيبشن باوند، يعني نيرست يونتس، يعني ده هول وانز وده فراكشن بارت. ال 3 مش هتزود ال 7 حاجه، تفضل 57. هنا البياسترز عايزين نحوله ايجيبشن باوند، ديفايد اوفر 100 الاول هيبقى 3.05. الزيرو مش هيزود ال 3، يبقى ده ابروكسيميتلي 3 ايجيبشن باوند. يلا عندي فراكشن، الفراكشن ده لازم اختبره اشوفه اكبر من النص ولا لا، هل هو جريتر ذان الهاف اور نوت. بناخد الايه النيوميريتور نعمل له تايمز 2 يديني 6، ال 6 اكبر من ال 5 يبقى ده هيزود اليونتس 1. لما زود ال 9 1 تبقى 10، 0 هنكاري اب 1، 105 يديني 6 يبقى هنا 760. طب يلا هان الايجيبشن باوند في 100 بياسترز، يبقى هنحط الديسمال بوينت هنا كده اكننا عملنا ديفايدد ايه ديفايدد 100. يلا ال 1 هيدي لل 6؟ لا مش هيديها حاجه، يفضل ده زي ما هو، يبقى 256. يلا نيجي هنا دبل ايجيبشن باوند، عايزين نعملها ابروكسيميشن للايجيبشن باوند برضه، يبقى اكني بعمل ابروكسيميشن للنيرست يونتس. ال 6 هتزود ال 7 1 تبقى ايه؟ تبقى 538. اللي بعديها بياسترز نوديه ايجيبشن باوند، يبقى اعمل الاول ديفايدد 100 يبقى كده ديفايدد 100، يعني البوينت هيتحرك من هنا تو بليسز تبقى هنا، اللي هي هتديني كام؟ بوينت 24. ها ال 2 هتزود؟ لا مش هتزود، يفضل معايا المبلغ ده، يبقى عندي 5694 ايجيبشن باوند. اكسرسايز 7 بيقول لي ابروكسيميت تو ذا نيرست اور. احنا عارفين ان ال 1 اور جواها 60 minutes، اوكي؟ هنا 5 hour and 15 minutes دي approximated to how many hours؟ طيب انا عندي ال 5 hours اهم، طب ال 15 minutes دول عباره عن ايه بالاورز؟ ده fraction، يعني هي equals معايا 15 divided 60، تمام؟ يبقى انا عايز اختبر الفراكشن بارت ده، هل ال 15 minutes greater than half an hour؟ يلا نشوف. ال 15 times 2 تديني 30، less than مين؟ less than 60، يبقى الفراكشن ده مش هيقدر يزود لي ال 5. يبقى ال 5 hours و 15 minutes is approximated to 5 hours. يلا اللي بعد كده، 2 hours و 35 minutes، نعملها ازاي؟ نعمل كده 2 وهنا 35 divided 60. 35 times 2 تديني 70، وال 70 greater than 60 يبقى الفراكشن ده هيزود لي الاورز 1، يبقى ده approximated to 3 hours. يلا هنا 7 and 30 over 60، 30 times 2 تديني 60، ادي دي طالما قدها تزود 1 برضه، المهم ما تكونش اصغر منها، لو اصغر منها مش هتزود، يبقى الفراكشن ده هيزود لي 7 1،
تبقى 8 hours. يلا نشوف الورد بروبلمز اللي على الدرس. The monthly salary of an employee is 700 Egyptian pound and 35 piastres. المرتب الشهري بتاع موظف المبلغ ده. If he spends 425 of it, هو بيصرف منه 425. How much money does he save every month? بيحوش قد ايه في الشهر؟ Approximating to the nearest Egyptian pound. تمام؟ واضح قوي ان احنا هنعمل subtraction، هنطرح المبلغ ده من المبلغ الاصلي. يبقى he saves 700.35 minus كام 425. نضيف 2 zeros عشان نعمل balance. يلا 5 minus 0 تديني 5. 3 minus 0 تديني 3. حط decimal point. 0 minus 5 ما ينفعش، هنبر 1 من هنا مش هنلاقيه. ناخد من ال 7 تبقى ال 6 وال 0 ده يبقى 9 وده يبقى 10. 10 minus 5 تديني 5. 9 minus 2 تديني 7 و 6 minus 4 تديني 2 Egyptian pound. يبقى هو بيحوش المبلغ ده. عايزين نعمل approximation لل nearest Egyptian pound، يعني اكني بعمل approximation لل nearest units، لان ده ال whole ones وده الفراكشن بتاع Egyptian pound. طبعا ال 3 مش هتزود ال 5 خالص، يبقى ده is approximated to 275 Egyptian pound. المسألة اللي بعد كده بيقول لي وليد بوت ا بير اوف تراوزرز فور المبلغ ده اند ا شيرت فور ده. اف هي جيف 200 ايجيبشن باوند تو ذا شوب كيبر. هو اشترى بطرون وتيشيرت ودفع 200 باوندز. هاو ماتش تشينج ريميند ويز وليد ابروكسيميتنج ذا ريزلت تو ذا نيرست باوند. هيبقى الباقي معاه قد ايه بعد ما يدفع ال 200 باوندز. في الاول لازم نعرف وليد دفع قد ايه. يبقى وليد بيد، أو ممكن نقول the price of pair of trousers and a shirt، دفع كام بقى؟ 89.6 plus 30.75. حط هنا 0 عشان نعمل balancing. 0 plus 5 تديني 5 و 6 plus 7 تديني 13. 3 وهنكاري up 1. 1 و 9 10 و 0 still 10. 0 هنكاري up 1. 1 و 8 9. 9 و 3 12. يبقى هو صرف 120 باوندز and 35 بيسترز. طيب المبلغ بقى المتبقي اللي هيجي له، يبقى the remaining is 200 باوندز بتوعه، هنشيل منهم 120.35. يلا نعمل balance. equals 0 minus 5 ما ينفعش، هنقعد نستلف لحد ما ناخد 1 من ال 2. ال 2 تبقى 1 واول واحد يبقى 10 والزيروز اللي في النص كلها 9. 10 minus 5 يديني 5. 9 minus 3 تديني 6. 9 minus 0 9. 9 minus 2 7. و 1 minus 1 يديني 0. وطبعا ده ايجيبشن ايه؟ ايجيبشن باب. يبقى ده المبلغ اللي هيتبقى معاه. نازلين نعمل له approximation to the nearest bound. يبقى هنا 79.65 is approximated to. ادي units place. ال 6 هتزود 1. ال 9 حط عليها 1 تبقى 10. 0 and we have 1. 1 و 7 يديني 8. يبقى ده approximated to 80 bounds. يلا نشوف اخر مساله معانا. بيقول لنا calculate the perimeter of a triangle given that its side are of lengths ده وده وده approximating the result to the nearest meter. طيب بصوا يا اولاد، نفتكر مع بعضينا القانون بتاع البريمتر. هو البريمتر كنا بنجيبه ازاي؟ كنا بنعمل sum لكل السايز. يبقى هنا البريمتر equals هيبقى عندي 67.8 plus 15.9 plus 73.2 اللي هي هتيكوالز معانا الاتش في بالانسنج معايا 8 و9 و2.
اعمل 8 بلس 9، لا اعمل 8 بلس 2 الاول عشان تديني 10، يبقى سهل عليا احط عليها ال 9. 8 و 2 10 و 9 90، حط ال 9 وان كاري اب 1. 1 و 7 8، 8 و 5 13، 13 و 3 16، 6 وهن كاري اب 1. 1 بلس 6 is 7، 7 و 7 14 و 1 يبقى 15. ده ايه؟ ده بالسنتيمترز، ناخد بالنا لان كلهم سنتيمترز. طيب هو بيقول لي ايه بقى؟ approximating the result to the nearest meter. يبقى لازم نحول ده للمتر الاول، يبقى نعمل divided 100، البوينت تمشي من هنا تروح لحد هنا، يبقى ده هيكوالز معانا 1.569 meters، اللي هي لما اجي اعمل لها approximation طبعا للنيرست يونتس، ال 5 تزود ال 1 تخليه 2، يبقى ده approximated ل 2 meters. وبكده يا اولاد يبقى خلصنا الدرس. الدرس ده مهم جدا، انا بعتبره اهم درس في المجموعه بتاعت الابروكسيميشن، عشان في تحويلات والتحويلات دي لازم نحفظها كويس، وطبعا دي من القديم ومش عايزكم تنسوا اي حاجه بناخدها في الدروس اللي قبل كده. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق لكم ان شاء الله.